هذا يسأل عن موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو للروح والنفس والبدن؟ يا أخي الرسول مثل غيره، بشر مثل البشر، يموت مثل ما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسول يموت مثل ما يموت البشر، لكنه حي في قبره حياة برزخية، ما هي مثل حياته وهو في الدنيا، حياة من حياة الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.